انا دائما ما اسمع للضيف. سامحوني انا وقت اكل الرزات بصيروا تحت بيهروا من ايدي ما بعرف لكم شو. بيهروا من ايده بيطيح من ايده يعني بتناسى. بالضبط ايه. احنا نقول يتناثر. يتناثر. يتناثر من ايدنا. انه انت عندكم ولا يخر من الايد مثل الحين. تتمي رمسي وانا باكل. يخر ولا يتناثر ولا انتم تقولوا يخر. انا الصراحة اشوفها خطيرة. لا عن جد. والله العظيم. انا بقول رأيي بصراحة. انزين انا لا لف ولا دوران. بصراحة. اقول كل الصراحة. هي حلوة بس شو ناقصنا شوية ملح زيادة شوية. ظاهر الملح صح؟ اي. مع انه ما لقيت ملح وحدة. بس اللبن وقت ينطبخ زياده ظهر شوي. ايه المره الجايه بتعلم بتسوي الملح بتنقص الملح. بس وايد حلو بس احسها دسمه صح؟ يعني لو كنت منها ما هي دسمه ما هي تزيد الوزن بس لذيذه جدا هي صراحه. دسمة مية اللحمه تمام؟ الملح انا بحب الملح الزايد. يعني زي في حد منهم الضغط عنده شوفي مره انا بضغط على عمري باكل بعد اخر لقمه. هلا بالمطاعم انا ما بحط ملح هيك هلا لانه انا سويتها بشكل خاص يعني انه فزودت فقلت تبى ترفع ضغطنا كانك حقك علي المره الجايه بظبط لك اياها. طيب هاي ملاحظه الملح قديش بتعطيني من 10 عليها هي الطبخه؟ قيميني هيك بقيم 9 من 10 عشان ناقصه زائد ملح وشو 10 من 10 ما ناقصه زايده عشان هي تراني لا هي زايده انا ما بعطي 10 من 10 بعطي 9 من 10 قيميني فيها اعطيني وحده اعطيني 10 من 10 من 10 الصراحه انا وايد حبيت زينب بس انا كل ثلاث لقمات ما فيني ازيد لان اسوي دايت دي. بس الصراحه خطيره زين بس ما طيب. تاكل من اكلك جرب اوكي يلا دور البلاليط بس صراحه عارفونا. خطيره والله جد بس الواحد يخاف ياكل منها وايد بعدين يزيد وزنه هاي الاكله كيف؟ نفس الشيء ناخذ عادي تاكل في المعلقه بيض وال ما بتخلي ياكل بيدي اكل بيدي؟ عادي تقدر تاكل ما في ضيف يقعد معنا على السفره انا وماني الا لازم ياكل بايده بدي اسم هيك صراحه هيك بدي اسم بيض بايدي ايه ايه عادي وتاكل في البلاليط هي يلا هلا بيهروا ايه بيهروا ما هلا ما بيهروا ما بعرف انا هيك بشي هيك ما بيضيع عنك ما تخاف ما تخاف انا راح باكل من اكلتي زينب انا باكل انا بس باكل بدون بيض تعرفيني ما احب البيض انا نفس الشيء ما وايد اقرب للبيض لكن انا اول مره باكلها هي ما كنت بعرف انا هي الاكلات عن جد عن جد رائع. هلا انا بالنسبه لي بالعافيه الله يعافي الله عمرك. انا بالنسبه لي قيم لك اياها 10 من 10 صراحه انا ما توقعت انها حلوه وايد لا والله لا والله طيبه انا ما احب البيض بعد وايد صدق يعني ما احب البيض يعني وايد انا شوف الشيف انا ما احب مجامله اولا وما احب احد يقيمني عادي تاكل بدون تقييم عادي عندي لا والله بتنحطي على الراس انت بس لذيذه انا ما توقعت شي تطلع انا اللي معاه من متى ما توقعت شي تطلع عن جد بفتخر فيكم بهالتراث الرائع. بلشت شو مريم؟ وش قلتي؟ لسه هلا قدام اسحب كلامي احسن اسحب كلامي خلي لي عمرك يا رب بعد اخذ منها لقمه مريم انتم اليوم بتزيدون وزني شوفي هو من عنده ثلاثه وانت من عندك لقمتين وخلاص عاد صراحه يعني تاكلها بعدين عشان اقوم اصلي طيب هلا بنقوم كلياتنا بنصلي كل واحد بس انا بدي اقضي عليها هي بالاول يعني اكل ما عليه كل 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 ما علي اقضى عليها اقضى خليها خليهم عشان زينه لا 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 شو ما انسى لا 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 سامحني انت جرب انا كل يوم اكل من اكل مريم الحين انت جرب والله لازم تتكرر انا بشرب لبن يلا بالعافيه عليك عاد الحين العربي نصير نصلي حتى اللقمه الله يخليك يا رب نصير نصلي وكذا ان شاء الله ضيفنا العزيز احنا استمتعنا بوجودك معانا وايد الصراحه خلي لي اياك كنت ضيف طيب وخلوق ويعني دمك خفيف ربي يكرمك انا بتشكركم على هالاستضافه الجميله والرائعه عفو الجو اجواء كثير 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 رائعه اكل طيب تراث انا تعرفت على هالتراث الرائع بتشكر دورة الإمارات اللي استضافتني بهالبلد الحلو شكرا من كل القلب ان شاء الله بشوفكم مواسم وحياك الله ايوه خلي لي اياك يا رب فعلا هي بلدي الثاني واهلي وناسي كلياتكم يعطيك العافيه شكرا كثير تسلم رمضان كريم رمضان كريم عليكم يا رب امين يا رب